حول الموضوع ولتفاصيل أكثر ينضم لنا عبر سكايب مباشرة من ريف دمشق مازن الشامي مراسل وكالة قسيون في دمشق وريفها. مازن أهلا بك معنا. تصعيد إذن في الغوطة وفي أطراف دمشق من قبل قوات الأسد، قصف بالغازات السامة، أين تم هذا القصف بالتحديد من خلال توثيقاتكم؟ ما نوعية الغاز المستخدم وأيضا الحصيلة للضحايا؟ يعني لم نعلم إلى الآن كم هي عدد الإصابات، هل لديك حصيلة دقيقة؟ نعم مساء الخير. بالفعل يعني اثناء استخدام غاز الكلور كنا متواجدين على جبهه عين ترمه، حيث استهدفت ميليشيات الاسد جبهه وادي عين ترمه بالغازات السامه. طبعا يعتقد انه غاز الكلور السام، مما ادى لاصابه 8 عناصر من فيلق الرحمن التابع للجيش الحر. 6 اصابات منهم تم معالجتهم فورا، وتم تحويل حالتين منهم الى مكتب جوبر الطبي، وذلك لخطوره الاصابات. طبعا حتى اللحظه 6 اصابات استقرت، اما الحالتين اللتين اسعفا الى حي جوبر لا زال يعني يتلقان العلاج. طبعا بعدها مباشره صعد النظام وحاول اقتحام بلده عين ترمه عبر، طبعا بعد استخدام الغاز كان يظن النظام ان الثوار سوف ينسحبون، فحاول التقدم واقتحام بلده عين ترمه تحت وابله من القصف بصواريخ الارض ارض والمدفعيه الثقيله. طبعا اليوم لاول مره كانت تستخدم صواريخ ارض ارض، حقيقه شديده التدمير، لم نرى مثلها استخدم حتى الآن على جبهات الثوار. طبعا استطاع الثوار من تدمير عطب عربة بي ام بي وتكبيد عناصر النظام أكثر من 15 قتيل، مع هروب عشرات العناصر تحت ضربات الجيش الحر. بالمقابل سقط شهيدين من الجيش الحر أثناء صد محاولة اقتحام البلدة. طيب فيما يخص عمليات صد من قبل الثوار، بحسب ما لديك من معلومات طبعا من القادة على الأرض في مختلف الجبهات، ما مدى قوة عمليات صد؟ هل هم قادرون على الصمود وصد قوات الأسد مع كل هذه المحاولات ومع التصعيد طبعا والقصف؟ طبعا اذا تحدثنا عن جبهات عين ترمه وحي جوبر، وخاصه حي جوبر، يعني منذ 5 سنين بالضبط ميليشيات الاسد تحاول اقتحام الحي، لكن المعارك صعبه جدا على ميليشيات الاسد، كون المنطقه يعني منطقه سكنيه بامتياز، يعني لا احد يستطيع التقدم من ميليشيات الاسد تحت ضربات الثوار. طبعا الثوار يعتمدون على القناصات، يعني عندما يحاول اي عنصر التقدم مباشره يتم قنصه، حتى الاليات لا تستطيع التقدم بسبب كثافه الأبنية السكنية في حي جوبر وأيضا في عين ترمة. شكرا لك على هذه المداخلة معنا عبر السكايب مباشرة من ريف دمشق مازن الشامي مراسل وكالة قسيون في دمشق وفي ريفها.